احنا معانا دلوقتي طبعا لمزيد من التفاصيل علشان نعرف بقى موضوع الارصاد والعاصفه والحاجات الوحشه قوي اللي جايه الفتره اللي جايه دي. هنعرفها من دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. اهلا بيك يا دكتور وصباحك صباح الورد. حضراتكم يعني احنا مراعيين جدا المجهود الجبار اللي حضرتك بتعمله، مش ملاحق طبعا على الاتصالات من كل القنوات والاذاعات، بس طبعا احنا ده دورنا علشان لازم ننبه كل الناس بقى في الفتره اللي جايه. اكيد طبعا اكيد طبعا، وده برضو دورنا ان احنا لازم يعني نتعاون مع الاعلام في توصيل التنبؤ للناس في الوقت المناسب. ده حقيقي الفتره دي بقى احنا يعني عايزين نتاكد، هل هيكون متوقع ان النهارده مساء هيكون في عاصفه ترابيه بالفعل؟ يعني هي بدات من صباح اليوم في الوقت في فرصة في هناك فعلا رمال مصاره ونشاط للرياح، بعد ساعات قليله هيبدا يتقدم للداخل، هتبقى في حاله من عدم الاستقرار هتعم الجمهوريه بعد ظهر اليوم متمثله في نشاط للرياح، لكن الاتربه مش هتبقى بالقوه اللي موجوده حاليا في الفرافره، والسبب ان في فرص سقوط امطار على اغلب انحاء الجمهوريه زي السواحل الشماليه الغربيه والوجه البحري والقاهره، هتبقى امطاره خفيفه. وفي الليل النهارده هنسمع البرق ورعد، محدش لا ده شيء طبيعي في وجود كتل هوائيه مختلفه في طبقات الجو العليا. بالنسبه للباقي بقى المحافظات المحاطه بالجبال زي اقول لك الاقصر سوري اسيوط سوهاج هنا وسط وجنوب سيناء ثلاثه جبال البحر الاحمر، تمام، كل هذه الاماكن معرضه لامطار غزيره قد تصل الى حد العاصفه. من المتوقع يا دكتور ان العاصفه دي تستمر لمده قد ايه؟ سوري انا قلت قد تصل الى حد السيول، انا اسف قلت السيول حضرتك لا ولا يهمك يا فندم، بس من المتوقع ان كان الاخبار بتقول ان شاء الله تستمر النهارده وبكره الذروه بتاعتها النهارده وبكره، وبعد كده ان شاء الله يوم الاربعاء تبقى اخف وتبقى محصوره على السواحل الشماليه. طب نخلص امتى بقى من فصل الربيع يروح بالسلامه كده عشان نبتدي بس لما يبدا فصل الصيف 21/6 ان شاء الله. 21/6 بس يا دكتور، يعني برضو نعرف من كلام حضرتك ان الموضوع مش هياثر علينا بنسبه كبيره زي ما مثلا الفيديوهات اللي شفناها بتاعت الفرافره اللي بدات تنتشر من النهارده الصبح مثلا على السوشيال ميديا، اعتقد بالنسبه للقاهره والاسكندريه مثلا مش هنصل بعرفت العنف الاول، مش هتبقى بعرفت العنف ده، وهي على فكره ساعات قليله وهتهدى في الفرافره. طيب الحمد لله، اي احتياطات يا دكتور تحب توجهها للمشاهدين؟ طبعا اصحاب امراض الجهاز التنفسي والعيون، امراض العيون يحاول يبعد عن هذه الاتربه، يراجع الدكتور بتاعه، عدم التواجد في الشمس المباشره لفترات طويله، يعني نحاول ان احنا لو في اي اجهاد حراري يبقى اروح ل اقرب مستشفى لطلق العلاج لان في ارتفاع في درجات الحراره. نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، ميرسي يا فندم. يعني نلتزم ايه؟ البيوت. البيوت.